السلام عليكم، معاكم مهند غلام 050-516-3525. اليوم هنتكلم بتفاصيل شوية بسيطة عن التريل بوس الشاهين اكستريم. ناس كتير كانت بتسألنا على الزوايد اللي عليها، انا هصورها لكم حالا وهنشوف ايه اللي عليها بالظبط. زي ما احنا شايفين، اهم شيء في الشاهين هي موضوع الدعمية الامامية. اولا طبعا بتشوف الشعار المضيء عليها، طبعا على الشبك. الدعمية الامامية زي ما احنا شايفين بتكون عليها اللتات ال LED على الجنبين، على الشبك اللتات LED في النص، LED على الجنبين كمان، مع الهوكات الحمر والتصفيحة الشاهين تحت. احنا طبعا يمكن السيارة حبسينها في الرمل عشان ما تجريش مننا. طبعا نشوف الرنجات، طبعا احنا عارفين شكلها الجديد، هي نازلة اسود اصلا، عليها شعارات الشاهين على الابواب وعلى الدواسة. من الداخل مفيش تغيير، نشوف من ورا. طيب كمان مكتوب عليها سيلفرادو شيفروليه بالاستيكر، تختار اللون اللي انت عايزه. الشاهين اكستريم، الشعارات، تمام. هي دي الفروقات، والباكج بتنزل على التريل بوس فقط. انا هصور لكم شكل التريل بوس اللي بدون الشاهين. زي ما احنا شايفين السيارة نفس الشكل، طبعا مفيش اي اختلافات، بس الدعمية هنا دعمية عادية بدون التصفيحة، مفيش الشعارات الشاهين. تمام. المفاجأة بتاعتنا طبعا هي وجود التلاجة. احنا شايفين شايلة كام من عبوة مياه، مش مأثرة على أي شيء، مفيش أي توصيل خارجي يضر بأي شيء في السيارة. طبعا التركيب الوكالة طبعا مع العزل الكامل على سد التلاجة. التلاجة فيها طبعا الشاشة اللي بتقدر تتحكم فيها في درجة البرودة طبعا التلاجة، وتقدر تسكرها تماما زي ما احنا شايفين. ما شاء الله موجودة بين حمودة فقط. 050-516-3525. مهند غلام، أهلا بكم.